رغم أنها أحدثت ضجة بعمل من ضمن أعمالها في المملكة الأردنية الهاشمية، إلا أنها أصبحت من ضمن السيدات المؤثرات على مستوى العالم، خصوصاً في مجال الفن. فما هي قصة الفنانة تيما الشوملي؟ وكيف أثرت في تحول الأحداث في المملكة من التأثر بالأحداث في المنطقة إلى الابتسامة التي تملأ وجوه الجمهور؟ هذا أصل القصة. عمل فني مكون من 6 حلقات جسدته مجموعة من الفتيات الأردنيات داخل مدرسة أرادت المخرجة والكاتبة والمنتجة الأردنية تيما الشوملي من خلاله أن تظهر الأمور السلبية التي تتعرض لها الفتيات في المدارس وتحاول إحداهن التصدي لها. فالفتيات في تلك المرحلة العمرية يواجهن الكثير من المشكلات، خصوصاً من صديقاتهن في المدرسة اللاتي يحاولن الظهور بصورة مثالية وأن تلك الفتيات لا ترتقي لمستواهن الاجتماعي. لكن مسلسل مدرسة الرواب للبنات، رغم أنه ترجم لحوالي 32 لغة وعرض في أكثر من 190 دولة حول العالم، إلا أنه أحدث ضجة واسعة داخل المجتمع الأردني، لتطالب بعض فئات الجمهور بضرورة إيقاف عرضه. فمنذ نعومة أظفار تيما الشوملي وهي تحاول صناعة الفارق في أرجاء المملكة، فبدأت بالدخول إلى عالم الكوميديا من خلال برامج عبر قناة موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. فكان برنامج الاسكتشات الساخر بث بياخة أول انطلاقة لها عبر قناة شركتها فيلميزيون لتحدث الفارق مع الجمهور، فضلاً عن الدخول إلى قلوبهم رويداً رويداً. لكن فكرة التمثيل والدخول إلى عالم الفن ومشاركتها لفنانات كبريات على رأسهن الفنانة صبا مبارك جسد مدى تحديها لكل الانتقادات التي وجهت لها على مسلسل مدرسة الرواب للبنات. فالعديد من فئات الجمهور سواء بالمملكة أرادوا حذفه بعد أولى حلقات عرضه، لكن بعد الإصرار بات الأمر يتدرج معها حتى وصلت إلى شهرة ربما أدهشت الكثيرين في الوسط الفني. شائعات كثيرة حامت حول تيما عن ارتباطها بالفنان الأردني رجاء قواس، فالكثيرون رأوا أن تجسيدها المشاهد أمامه بحرفية عالية عبر الشاشات ربما يكمن في ارتباطهما في الواقع. لكن تلك الشائعات ذهبت مع الريح حينما أوضحت تيما أن كل علاقتها برجاء هي الصداقة التي تشمل كل جوانبها من الاحترام والتفاهم داخل العمل. فقواس مرتبط ولديه صغيرة يعيش معهما حياة مليئة بالسعادة، ولا يوجد أي ارتباط بينه وبين تيما إلا داخل الاستوديو والدور الذي يؤديه معها بحسب تصريحاتها. لكن رغم ما وصلت إليه الشوملي من نجاحات، تبقى تيما توليفة غريبة من التحول من مجرد منتجة وكاتبة كوميدية معروفة في الوسط الفني خصوصا بالأردن وبعض الدول العربية على رأسها السعودية. فاسمها فاطمة محمد الشوملي، وولدت في 7 من آذار عام 1986 في العاصمة عمان، وهي ابنة الفنان الأردني فؤاد الشوملي. ومع مرور مراحل دراستها ووصولها إلى الجامعة التحقت بكلية إدارة الأعمال وحصلت على بكالوريوس العلوم المالية والمصرفية. لكن حتى تصقل موهبتها الفنية التحقت بمعهد البحر الأحمر للفنون السينمائية في تخصص الإنتاج والكتابة وحصلت على درجة الماجستير منه. برأيكم كيف نجحت تيما الشوملي في الوصول لهدفها وحصلت على درجة الماجستير فيه؟